عدد مشتركي سبورانيت. ان شاء الله في الفيديو هذه باش نصلح لكم مجموعه من التمارينات على قابليه القسمه. المحور هذا يخدمنا عليه بالكدا للتلاميذ سنه 7 اساسي. كان نسيتوا حاجه تنجموا ترجعوا الفيديوهات سبورانيت. تابعوني باش نصلح لكم بعض التمارينات الموجودين بتبيعها في الكتاب المدرسي. باه شنو في النص التمرين الاولاني؟ انقل على كراسك الجدول التالي ثم ضع العلامه في الخانه المناسبه. عطيني مجموعه من الاعداد ويحب يشوفهم، هل انهم يقبلوا القسمه على 6 على 12 وعلى 15؟ شنو معناتها يقبل القسمه على 6؟ لازم يتوفر فيه الشرطين اللي هما 2 و 3، فهمنا؟ باهي بالنسبه لسنه 9 اساسي باش نخدموا على قابليه القسمه على 6 12 و 15. السنه الثامنه خدمنا على قابليه القسمه على 8، وفي السنه السابعه خدمنا على قابليه القسمه على 2 و 4 و 5. باهي اذا لهنا شنو معناتها يقبل القسمه على 6؟ لازم يكون يقبل القسمه في نفس الوقت على 2 و 3. اذا نتحقق انه العدد في هذوما الكل انه يقبل القسمه على 2 و 3 في نفس الوقت. باهي نبدا من العدد الاولاني بتاعي اللي هو 672، هل انه يقبل القسمه على 2؟ نعم، بما انه رقمه احادي 2، اذا قابليه القسمه على 2 تحققت لي. طب باش نشوف قابليه القسمه على 3. شنو نعمل باش نشوف قابليه القسمه على 3؟ يكفي اني نجمع مجموع ارقامه. اذا عندي 2 مع 7 اللي هي 9، 9 مع 6 يساوي 15. هل انه 15 قابل للقسمه على 3؟ نعم، اذا تحققت لي قابليه القسمه على 3. هذوما زوج متحققين. بالطبيعه نحط السبب لهنا على خاطر رقمه الاحاد احاديه 2، ولهنا نحط السبب على خاطر مجموع ارقامه 3 15 عفوا، مجموع ارقامه 15 اللي هي من مضاعفات 3 هكا 2 و7 و6. اذا العدد الاولاني يقبل القسمه على 6؟ يقبل. باهي تعدى العدد الموالي اللي هو 762. 762. باهي شنو نلاحظ انا بالعدد هذا والعدد هذا؟ عندهم نفس الارقام، ولكن اللي تغير هو الترتيب. هنا عندي 2 وعندي 6 وعندي 7، اذا العدد هذا قابل للقسمه على 3 من غير ما نعاود نشوف القابليه، على خاطر نفس الارقام. والشرط في قابليه القسمه على 3 انه مجموع الارقام يكون قابل للقسمه على 3. كي نجمع 2 و7 و6 والا نجمع 2 و6 و7 باش نتحصل على نفس النتيجه. باهي والشرط الثاني انه رقم الاحاد 2، اذا قابل للقسمه على 2. باهي اذا هنا يتحقق شرط ثاني. عدد العدد الموالي اللي هو 680، هل انه قابل للقسمه على 2؟ نعم، على خاطر رقم احاده 0. هل انه قابل للقسمه على 3؟ يكفي اني نجمع الاعداد المجموع ارقامي. عندي 0 و8 جيني 8، 8 مع 6 جيني 14. هل انه قابل للقسمه على 3؟ لا، غير قابل للقسمه على 3. قالوا كي يبدا قابل للقسمه نحط العلامه هذه، كي يبدا غير قابل للقسمه نحط العلامه هذه، تفهمنا؟ اذا غير قابل للقسمه هكا نشطبها. اذا هو قابل للقسمه على 2 وغير قابل للقسمه على 3. هل انه قابل للقسمه على 6؟ لا، غير قابل للقسمه على 6. باهي تعدى العدد الموالي اللي هو 5922. بالطبيعه هو قابل للقسمه على 2 بما انه رقمه احادي 2. شوف قابليه القسمه على 3، نجمع الارقام. اذا 2 مع 2 تعطيني 4، 4 مع 9 تعطيني 13، 13 و5 تعطيني 18. 18 هذه هي من مضاعفات 3. نعم، اذا هو قابل للقسمه على 3 وقابل للقسمه على 2، اذا هو قابل للقسمه على 6. تعدى العدد الموالي اللي هو 834. اذا هاو نقابل القسمه على 2 بما انه رقم احاده زوجي. قابليه القسمه على 3، نجمع مجموع الارقام. عندي 4 و3، 7، 7 و8 جيني 15. 15 من مضاعفات 3. نعم، اذا هو قابل للقسمه على 2. تعدى العدد الموالي اللي هو 234. هاو نقابل القسمه على 2 على خاطر رقم احاده 4. قابليه القسمه على 3، 4 و3، 7، 7 و2، 8. هل انه 8 من مضاعفات 3؟ لا، اذا غير قابل للقسمه على 3 ماهوش باش يكون قابل للقسمه على 6. باهي تعدى العدد الموالي اللي هو 348. اذا 348 شبيه؟ قابل للقسمه على 2، فهمنا؟ 348 قابل للقسمه على 2 خاطر رقم احاده 8. قابل للقسمه على 3 نتحقق نعم ام لا. عندي 8 و4، 12، 12 و3، 15. اذا 15 من مضاعفات 3 قابل للقسمه على 3، اذا باش يكون قابل للقسمه على 6. تعدى العدد الموالي اللي هو 585. هل هو قابل للقسمه على 2؟ لا، على خاطر رقم احاده زوجي. اذا غير قابل للقسمه على 2 من غير ما نتعدى نشوف قابل للقسمه على 3 او لا، هو غير قابل للقسمه على 6. باهي هذا عدد الموالي اللي هو 960. هو قابل للقسمه على 2 على خاطر رقمه احادي 0. هل هو قابل للقسمه على 3؟ عندي 0 و6، 6، 6 مع 9 15. قابل للقسمه على 3 على خاطر 15 من مضاعفات 3، فهمنا؟ باهي نتعدى للخانه المواليه قابليه القسمه على 12. اذا العدد هذوما باش نشوفهم هل انهم يقبلوا القسمه على 12. شو معناتها قابل للقسمه على 12؟ قابل للقسمه على 12 يلزم يكون قابل للقسمه في نفس الوقت على 3 وعلى 4. باهي
العدد هذوما اللي قابلين للقسم على 6 هما ديجا قابلين للقسم على 3، اذا قابليه القسم على 3 متحققت لي في هذوما باهي. وعندي العدد هذا هو قابل للقسم على 2 ولكن غير قابل للقسم على 3، اذا مادام هذا غير قابل للقسم على 3 مش باش يكون في خانه 12. وعندي العدد هذا قابل للقسم على 2 ولكن غير قابل للقسم على 3 مش باش يكون في خانه 12. بقى لي العدد هذا، عندي 5 و5 10 و8 18، 18 هي قابل للقسم على 3، اذا باش نخدم فانا اعداد هنا بالنسبه لقابليه القسم على 12 باش نخدم في الاعداد هذوما. فهمنا؟ على خاطر هذوما الزوز غير قابلين للقسم على 3، اذا ماهمش قابلين للقسم على 12 من غير ما نتعدى نتحقق منهم. اذا هذوما قابلين للقسم على 3، شنو بقى لي اني باش نتحقق باش نشوف قابليه القسم على 4. اذا باش نشوفها لانه العدد هذوما يقبلوا القسم على 4، نعم ام لا. نبدا بالعدد الاولاني اللي هو 672، اذا باش نشوف قابل القسم على 4 يكفي اني نشوف 72. هل انه 72 من مضاعفات 4؟ هو 72 من مضاعفات 8، اذا ما دام من مضاعفات 8 اذا هو من مضاعفات 4، اذا هذا قابل للقسم على 4. عطيتكم ملاحظه تو قلت لكم على خاطر 72 هو من مضاعفات 8 اذا قابل للقسم على 4. العكس غير صحيح، راه ماهمش مضاعفات 4 الكل يكونوا قابلين للقسم على 8. فهمنا؟ باهي، اذا هذا قابل للقسم على 3 وعلى 4، اذا قابل للقسم على 12. نعدل العدد المولي اللي هو 762. هل انه 62 قابله للقسم على 4؟ شنو نجي نعمل لهنا؟ نجي نقسم 62 على 4. 6 الا 4 2 22، اذا لهنا عندي 5 والباقي 2، غير قابل للقسم على 4، اذا غير قابل للقسم على 12. نتعدل العدد المولي اللي هو 5922، عندي 22 غير قابل للقسم على 4، اذا غير قابل للقسم على 12. تعدل العدد المولي اللي هو 834، باش نشوف 34. 34 عندي هي كي نعمل 32 على 4 باش تعطيني 8 والباقي 2، اذا غير قابل للقسم على 4، غير قابل للقسم على 12. العدد المولي اللي هو 348، اذا 48 على 4 باش تعطيني 12، هو قابل للقسم على 4، قابل للقسم على 3، اذا هو قابل للقسم على 12 اللي هو 348. باش نتحقق من 585 بما انه قابل للقسم على 3، باش نشوفها لانه 85 هذه قابله للقسم على 4. والباقي واحد غير قابله للقسم على 4، اذا غير قابل للقسم على 12. نتحقق من العدد الاخرين نتاعي اللي هو 960. 960 بالطبيعه هو قابل للقسم على 3، باش نشوف هل هو قابل للقسم على 4، يكفي اني نشوف 60. هذه هي 60 باش نقسمها على 4، يجيني 15 والباقي 0. اذا قابل للقسم على 4 باش يكون قابل للقسم على 12. فهمنا؟ تعدى للخانه المواليه باقي يقبل القسم على 15. باش يكون يقبل القسم على 15 لازم يكون يقبل القسم على شنو؟ على 15 لازم يكون يقبل القسم على 5 وعلى 3 في نفس الوقت. انهم العدد هذوما اللي يقبل القسم على 5، عندي العدد هذا وعندي العدد هذا وعندي العدد هذا، الخطر رقم الاحاد 0 ولا 5، باهي عفوا، عندي 3 اعداد هذوما. باهي يقبل القسم على 15 لازم يكون يقبل القسم على 3 وعلى 5، هذوما متوفرة فيهم قابلية القسم على 3، عفوا قابلية القسم على 5، عندي العدد هذا متوفرة فيه قابلية القسم على 3، ها وين خاطر يقبل القسم على 6 ولا 12، إذا هذا باش يكون يقبل القسم على 15، عندي العدد هذا متوفرة فيه قابلية القسم على 3 وقابلية القسم على 5، إذا هو قابل القسم على 15، عندي العدد هذا متوفرة فيه قابلية القسم على 5 لخاطر رقم الأحاد بتاعو 0، بقات لي قابلية القسم على 15. على 3 عفوا، باش نجمع الأرقام، عندي 8 و 6 بجيني 14 غير متوفرة، إذا هذوما زوز هكاهو قابلين للقسم على 15، باهي. بعد التمرين الموالي، اذكر من بين الأعداد التالية تلك التي تقبل القسم على 12 وعلى 15، إذا شنو معنى تقبل القسم على 12 وعلى 15؟ خلينا نحاوصلو لهنا، تقبل القسم على 12 لازم تكون تقبل القسم على 3 وعلى 4، وتقبل القسم على 15 لازم تكون تقبل 3 على 3 وعلى 5، باهي. لاحظ انه عندي قابليه القسم على 3 موجوده فيهم زوز، اذا اول حاجه باش نسهل على روحي باش نشوف ما بين الاعداد هذوما الكل انهم اللي يقبلوا القسم على 3، باهي، ومن بعد باش نخدم على 5 وعلى 4، باهي. اذا نبدا بالعدد الاولاني اللي هو 2340، يكفي اني نجمع الارقام، عندي 0 و4 و3 7، 7 و2 9، اذا الاولاني يقبل القسم على 3، باش نحطهم العدد اللي تقبل القسم على 3.
للعدد الأولاني اللي هو 2340، العدد الثاني اللي هو 435، عندي 9 10 12 يحول القسمة على 3. العدد الموالي اللي هو 542، عندي 9 10 11 لا يقبل. العدد الموالي اللي هو 723 12 يقبل القسمة على 3. العدد الموالي اللي هو 3720 مجموع أرقامي 12 يقبل القسمة على 3. نجمع في الأرقام. العدد الموالي اللي هو 8350، عندي 8 و3 11 11 و5 16 و0 16 لا يقبل. العدد الذي هو 510 يقبل لخاطر مجموع أرقامه 6. العدد الموالي اللي هو 8250 مجموع أرقامه 15 يقبل القسمة. هكذا سهلت على روحي. إذا هذوما الأعداد كلها تقبل القسمة على 3. توا شنو باش نجي نشوف؟ باش نجي نشوف أنا اللي تقبل القسمة على 5. تقبل القسمة على 5 شنو معناتها؟ رقم أحد هي إما 0 ولا 5. ساهل، عندي هذا عندي هذا وعندي هذا وهذا وهذا. إذا الأعداد هذوما اللي في مربع أحمر شبيه قابلين للقسمة على 15. إذا لهنا قابل للقسمة على 15 نحطهم العدد نتاعي. القسمة على 15 اللي هما ديتو يزني نعرف كيفاش نخدم التمرين. باه تو باش نشوف قابلية القسمة على 4. شنو معناتها قابلية القسمة على 4؟ معناتها العدد المتكون من الأحاد والعشرات يكون قابل للقسمة على 4. باه بالنسبة للعدد الأولاني 40، هل أنه 40 قابلة للقسمة على 4؟ نعم، إذا هذا موجود. العدد اللي بعده 35، هل أنه 35 قابلة للقسمة على 4؟ لا. العدد الموالي 23، هل أنه 23 قابلة للقسمة على 4؟ لا. العدد الموالي 20، نعم. العدد هذا 10، هل أنه 10 قابلة للقسمة على 4؟ لا. والعدد الموالي 50، هل أنه 50 قابلة للقسمة على 4؟ معناتها 50 كيفاش نقسمها على 4 عندي باقي، تفهمنا؟ إذا لهنا كيف ما ناخذهاش. إذا قداش عندي من عدد قابل للقسمة على 12؟ عندي زوج أعداد اللي هما 2340 و3720. تعدى التمرين الموالي، بين أن كل عدد أصغر من 11 يقسم الجذاء 5 في 7 في 8 في 9. شو هما الأعداد الأصغر من 11؟ معناتها عندي 0 1 و2 و3 والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والحداش. باهي حبي يبين انه هما يقسموا الجذاء هو اصغر، معناتها الحداش مانيش ناخذها. يقسموا الجذاء، الجذاء نتاعي هو 5 في 7 في 8 في 9. باهي اذا شنو عندي من هنا؟ عندي 0 بالطبيعه يقسم، قلت لي الواحد، الواحد كيف يقسمه؟ 2. شنو نلاحظ انا العدد نتاع الجذاء نتاعي هذا شنو نجم نكتب فيه 2؟ خاطر نجم نكتب هو 5 في 7 في 9، 8 نجم نكتبها في 4 في 2. هاوي في 2، إذا يقسم الجذاء هذا، فهمنا؟ 3 كيفاش نظهرها 3؟ 5 في 7 في 8 في 3 في 3، لخاطر 9 هي 3 في 3، ها وين يقسم الجذاء 3؟ 4 كيفاش نظهرها؟ عندي 5 في 7 في 9 في 2 في 4، 8 بدلتها هي 2 في 4. الخمسة ها وين باينة؟ عندي 5 في 7 في 9 في 8 في 9. الستة كيفاش نظهرها 6؟ إذا لهنا هل انه الستة لهنا كيفاش تظهر لي؟ في 5 في 7 في 8 في 9. شو معناتها 6؟ يقسم 6 معناتها يزم يكون عنده 2 و3، ديجا 2 و3 موجودة، فهمنا؟ إذا 6 كيفاش نظهرها لهنا؟ عندي 5 في 7، 8 هي في 4 في 2، والتسعة هي في 3 في 3 في 3. إذا هاني ظهرت لي 6، فهمنا؟ 7 موجودة في الجذاء نتاعي، عندي 5 في 8 في 9 في 7، 8 كيف موجودة في الجذاء، والتسعة موجودة، والعشرة كيفاش نظهرها؟ العشرة، العشرة هي 5 في 7 في 4 في 2، حليت 8 في 9 هاني ظهرت لي العشرة، فهمنا؟ تعدى التمرين الموالي، ليكن العدد n هو 74 ab، معناتها البي هو رقم الأحاد والا هو رقم العشرات، 4 رقم المئات و7 رقم الآلاف. أوجد أ وب ليكون العدد n قابل للقسمة على 6. شنو هو العدد نتاعي؟ يحب يكون قابل للقسمة على 6. إذا هو أعطي كل الحلول الممكنة. شو معناتها قابل للقسمة على 6؟ قلنا 6 يزم يكون قابل للقسمة على 2 وعلى 3. بأول شرط يزم نحط قابلية القسمة على 2، معناتها رقمه الأحاد يكون زوجي. معناتها البي شنو باش تاخذ هذه؟ البي يا إما 0 يا إما 2 يا إما 4 يا إما 6 ويا إما 8. قابل القسمة على 3 هو مجموع الأرقام كل المضاعفات 3. إذا باش نخدم جميع الحلول، إذا باش ناخذ كل مرة البي باش ناخذ الرقم الموجود ونشوف قابلية القسمة على 3.
اذا باش ناخد مره الاولى بي صفر، شو معناتها بي صفر؟ معناتها باش ناخد صفر ا 74. اذا باش نكمل الا بحيث يكون العدد نتاعي هذا قابل للقسمه على 3. شو معناتها قابل للقسمه على 3؟ معناتها مجموع ارقامه قابل للقسمه على 3. شو معناتها؟ معناتها 0 مع ا مع 4 مع 7 يكون من مضاعفات 3، معناتها 3 ضرب ان. فهمنا به لهنا شنو باش نجمعهم؟ لهنا عندي 0 و ا، هو ا مع 4 مع 7، اذا لهنا باش تعطيني 11 مع ا. فهمنا؟ اذا لهنا 11 مع ا، يلزمني نكمل ا بحيث يكون العدد هذا قابل للقسمه على 3. اذا 11 قداش نزيدها باش تكون قابله للقسمه على 3؟ اذا تكون ا 12، معناتها نجم نزيدها 1. 13 لي 14 لي 15 لي، اذا قلنا ا 12 13 لي 14 لي 15 لي، اذا 15 نعم، اذا 15 لو نزيدها نزيد لها 4. 16 لي 17 لي 18 نعم، اذا 18 قداش نزيدها ال 11 نزيدها 7. 19 لي 20 لي 21، اذا 11 قداش نزيدها باش تولي 21، باش نزيدها 10. اذا عندي كان هذوما ثلاثه ارقام تاعي باهي. اذا العدد باش يكون قابل للقسمه على 6، انا هو العدد اللي قابلين للقسمه على 6 لهنا في الحاله الاولانيه. عندي 7110، 7440، و 7470. باهي، باش ناخذ 2 كيف كيف، ولا 4 كيف كيف، و 6 كيف كيف، و 8 نفس طريقة العمل. باهي باهي، باش نحط رقم الأحد 2 ا 74. إذا لهنا باش يكون قابل للقسمة على 3 يلزم 2 مع ا مع 4 مع 7 تكون من مضاعفة 3. عندي 7 و 4 11، 11 و 2 13 مع ا، إذا 13 مع ا. باهي، 13 قداش نزيدها باش تولي قابلة للقسمة على 3؟ هل انه كي نزيدها 1 تولي 14؟ لا، كي نزيدها 2 تولي 15، اذا ال ا تنجم تكون 2. باهي، كي نزيدها 3 تولي 16؟ لا، كي نزيدها 4 17؟ لا، كي نزيدها 5 تولي 18، اذا تنجم تكون 5. كي نزيدها 6 تولي 19؟ لا، كي نزيدها 7 تولي 20؟ لا، كي نزيدها 8 تولي 21؟ نعم. اذا كي نزيدها 9 تولي 3 تولي 22؟ لا، اذا عندي 3 اعداد هذوما اللي هما 2 قابلين للقسمة على 2 و 3 في نفس الوقت، إذن هما قابلة للقسمة على 6. نتعدى للحالة الموالية، الرقم الأحد باش يكون 4. إذن لهنا عندي 4 مع آ مع 4 مع 7. فهمنا؟ 7 و 4 هي 11، 11 مع 4 15، إذن 15 مع آ. إذن الآ شنو تنجم تكون؟ الآ تنجم تكون 0. باهي، خاطر 15 مع 0 15 قابلة للقسمة على 3. إذا الـ A تنجم تكون 0، تنجم تكون 3 و 6 و 9، على خاطر 15 و 0 15، 15 و 3 18، 15 و 6 21، و 15 و 9 24. هذوما 3 قابلين للقسمة على 3، عددهم على 4 عفوا. إذا عندي 6. اللي قابلين للقسمة على 6. إذا المثال الموالي عندي الأحد 6، لهنا كيف كيف عندي 6 مع أ مع 4 مع 7، النتيجة تجيني 17 مع أ. إذا الأ شنو باش تاخذ؟ هنا باش تاخذ 1، باش تاخذ 4، باش تاخذ 7. إذا الأعداد اللي نجم نحطهم لهنا، فهمنا؟ المثال الأخراني إنه رقم الأحد يكون 8. اذا لهنا ال ا تنجم تكون 2 5 ولا 8. اذا العدد نتاعي فهمنا هكا. لهنا شوف، جربت جميع الاقتراحات، عندي 19 مع ا، حوطت بالصفر بالواحد بالاثنين بالثلاثة بالاربعة بالخمسة بالستة بالسبعة بالثمانية وبالتسعة، وتحصلت على هذوما الثلاثة الاقتراحات انه يكونوا قابل للقسمة على 3. باهي هذا السؤال الثاني، اوجد ا وب ليكون العدد ان قابلا للقسمة على 15. معناتها 15 معناتها 3 و5. باهي، كي نرجع للمقترحات نتاعي، 5 هي شنو؟ معناتها 0 و5 رقم الاحد. عندي الاقتراح الاولاني تاع 0 مخدوم،
وقت اللي نعوض لهنا الاحاد بصفر ونشوف جربت لهنا نتاع قابليه القسمه على ثلاثه، اذا هذا هو مقابل للقسمه صحيح على اثنين وعلى ثلاثه وزاد قابل للقسمه على خمسه. اذا الاقتراح الاولاني انه قابليه القسمه على 15 عندي العدد هذوما ثلاثه اعداد هذوما باهي. تو باش نشوف قابليه القسمه على 15 وقت يكون رقم الاحادي خمسه، هذيك هي اللي مازلت ما خدمتهاش باهي. اذا لهنا قابل القسمة على خمسة، باش نشوف قابل القسمة على ثلاثة. اذا الان عوضها مرة بالصفر مرة بالواحد مرة باثنين بالثلاثة بالاربعة بالخمسة بالستة بالسبعة بالثمانية وبالتسعة، باش نتحقق من قابلية القسمة على ثلاثة. اذا باش نلقى عندي واحد باش نلقى اربعة وسبعة، هذوما قابلين للقسمة على ثلاثة. اذا لهنا شنو باش تكون عندي؟ فهمنا؟ اذا باش يكون ان قابل للقسمة على 15 اما ياخذ ثلاثة اعداد هذوما والا ثلاثة اعداد هذوما باهي. اذا هكا نكون صلحت لكم مجموعه من التمارين على قابليه القسمه على 6 12 15. تابعوني على سبوره نت، ان شاء الله باش نحط لكم سلسله اخرى من التمارينات اللي باش تعاوننا في يعني خدمه الامتحانات نتاعنا.